السلام عليكم. بالنسبة للفيديو فأنا كنتمنى بزاف يكون عجبكم. التقط لكم بعض الصور من مدينة أزرو، من الطريق من مدينة إفران إلى مدينة أزرو. كنتمنى يعجبكم هذه المناظر، هذه الخلابة، المناظر الجميلة اللي عندنا في المغرب. وصراحة يعني بغيت الناس اللي خارج المغرب ولا داخل المغرب اللي ما عارفينش هذه المناطق هذو يتمتعوا بهذه المناظر هذو. وكذلك ما تنساوش الا مشيتوا لازرو تزوروا المجمع الصناعه التقليديه اللي لمدينه ازرو، اللي فيه صراحه يعني الصناعه التقليديه ديالنا الجميله. وكذلك ما تنساوش تزوروا هذا المحل هذا اللي كيعرض بزاف ديال المنتوجات ديال الصناعه ديال الخشب او العرعر، واللي الاخت اللي الاسم ديالها اسمها فايزه. فيديو ما تنساوش الى عجبكم تعملوا جيم وبارطاج، باش دائما نحط لكم بزاف ديال هاد الفيديوهات هادو بحال هاد الفيديوهات، باش تعرفوا يعني تعرفوا على البلاد ديالنا اللي هي بلاد المغرب والمناظر اللي فيها يعني جميله بزاف. فكنخليكم دابا الى اللقاء.